في التمرير اضطر ان هو يرجع بيها ورا. طارق حامد يغير اللعب ناحيه الشمال، كهربا يدخل جوه الملعب، كهربا يسلمها الى كاسونجو اللي يسيبها الى عبد الله جمعه، يمشي عبد الله وبرجله الشمال يلفها، خطيره جدا، جول جول جول، طار في الهواء اساسي وسجل اول اهداف اللقاء، اول اهدافه بقميص الزمالك، اول اهدافه بالقميص الابيض في شباك الجونه. فرجاني ساسي النجم التونسي الدولي في انتظار عرضيه عبد الله جمعه في قلب منطقه جزاء الجونه، ثلاث دقائق فقط في الشوط الثاني كانت كفايه تكفي تماما فرجاني ساسي للوصول لشباك الجونه. كهربا عملها بشكل رائع لكاسونجو اللي فوتها بشكل اروع، اجمل ما في الكوره الحقيقه تفويته كاسونجو دي، اتلعبت وفرجاني مكمل في منطقه الجزاء وبرجله اليمين يضع